أكدت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أنه سيتم الإعلان عن جميع بنود حزمة التسهيلات الضريبية خلال الأسابيع الأربعة القادمة، حيث سيتم الإعلان في كل أسبوع عن مجموعة من البنود بشكل تفصيلي حتى يتم مناقشتها وشرحها ويتم إجراء الحوار المجتمعي اللازم لها. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مرتفعة مع توقع المستثمرين إقدام مجلس الاحتياطي للتحادي الأمريكي على خفض كبير لأسعار الفائدة، وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.5%، كما أضاف المؤشر القطري ما نسبته 0.6% إلى قيمته. أعلن البنك المركزي الكندي فتح الباب أمام تسريع وتيرة خفض معدل الفائدة وارتفاع مستوى البطالة في كندا إلى نسبة 6.6% خلال الشهر الماضي، فيما انخفضت أيضا معدلات الوظائف الشاغرة والتوظيف إلى ما دون معدلات ما قبل جائحة كورونا. أكدت وزارة التجارة الصينية اعتراضها بقوة على رفع الولايات المتحدة الأمريكية لتعريفات جمركية على السلع الصينية، وحثت بكين واشنطن على تصحيح ما وصفته بالمخالفات، داعية الولايات المتحدة لإلغاء كل الرسوم الجمركية التي فرضتها على سلعها. يأتي ذلك في الوقت الذي سيتخذ الاتحاد الأوروبي قراره النهائي بشأن زيادة الرسوم الجمركية على الصين في نهاية أكتوبر، حيث تعترض ألمانيا على زيادة الرسوم نظرا لما سيلحقه ذلك من أضرار على شركات صناعة السيارات الألمانية في الصين.